مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحتوي من 50 فدان. المشروع حوالي 1900 وحدة سكنية. المشروع الفكرة بتاعتنا في المشروع ان احنا نازلين بمنتج مدروس للمستهلك المصري. منتج اللي بنتكلم ان الوحدات حوالي 30 أو 40% من المشروع شقق 125 متر. هيبقى فيه جزء توين هاوس وجزء فيلات، وبتروح مساحتها من 200 الى 260 متر الفلور بلان بتاعها. طبعا احنا خلاص احنا قدمنا على القرار الوزاري، واحنا مستنيين خلاص اصدار القرار الوزاري ان شاء الله في عدد ايام. الاسعار احنا حاليا لسه ما حددناش الاسعار الطرح، بس نظام السداد هيبقى مناسب جدا طبقا اللي شايفينه في السوق. هيبقى على 4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين. وحاليا احنا بنوصل ان احنا بندرس امكانيه ان احنا نخلي القسط ربع سنه مناسب للمستهلك المصري. استثمارات المشروع بنتكلم 3.9 مليار جنيه. ان شاء الله يبقى السنة الجاية هيبقى حوالي، بنتكلم في حوالي 450 مليون جنيه للمشروع ده لوحده، زائد طبعا لحوالي 300 مليون جنيه اقساط الاراضي. وكذلك في نفس الوقت مستهدف بيها حوالي 1.5 مليار من مشروع جنوب اللي هو في العاصمه الاداريه الجديده في خلال 2018. ازادير حوالي 20 فدان، هو خلف البوينت 90 مول والجامعه الامريكيه بحوالي 2-3. عدد الوحدات حوالي 500 وحده سكنيه، تتكون من وحدات تبدا من 120 متر لغايه دوبلكسات تتعدى 300 متر. سعر المتر هنا بنبدا من 14800 نص التشطيب، وبنوصل لغايه 19000 و20000 التشطيب بالكامل مع شركه ادراك اللي هي من اكبر الشركات ومن احسن شركات التشطيب اللي حاليا في الدوله. التراخيص كلها الحمد لله خلصانه، القرار الوزاري خلصانه. احنا كشركه اولي دي او الشاريين تنميه عمرانيه ما بنبداش نعلن عن مشروع ولا ننزل وجهات ولا نعمل اي حاجه لغايه لما نبقى مستكفيين ورقنا وتراخيصنا بالكامل. التكلفه الاستثماريه للازادير حوالي 1 مليار جنيه، ومتوقع بيعها حوالي 1.5 مليار. هو على مرحلتين بيعيه، والمده ان شاء الله في خلال سنه من النهارده يبقى المشروع. مشروع الساحل الشمالي مدينه الضبعه حوالي 1000 وحده سكنيه، هيتميز ان هو هيبقى كله 100% سيزو. الوقت هيتكون من فندق، وهيبقى فيه وحدات اسكان فندقي بتتباع ملحقه بالفندق، وهيبقى فيه منطقه ترفيهيه تجاريه كبيره في الخلف.